ما حكم فتح محل قص شعر النساء مع ضمان ألا يكون هناك نمص للحواجب أو تشبه بالرجال؟ قص شعر النساء هذا غير جائز، غير جائز. إذا كان للتزين والتجمل فهو غير جائز، لأن الزينة في بقائه وفي إصلاحه، وإنما حدث هذا القص تشبها بالكافرات والموضات الجديدة، وإلا كان المسلمات يحتفظن بشعورهن ويعتنين بتجميلها والعناية بها، هذا الذي كانت عليه نساء المسلمين. فالقص لا يجوز إلا إذا كان لحاجة، مريضة أو كبيرة السن ويثقلها الشعر تريد التخفيف، إذا كان لحاجة لا يجوز، إذا كان للزينة لا، الزينة في بقائه لا في قصه، وبالتالي لا يجوز فتح محل لهذا الغرض. نعم.